السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه شهيوات ام هبه. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غنصاوبو حريشات، كيجي زوينين وكيجي لذاذ وكيجي فيهم المذاق ديال النافع، وساهلين وسرع في التحضير واقتصاديين. قبل ما نبداو في الفيديو نطلب منكم تشتركوا في القناه اللي باقي ما مشتركش فضلا وليس امرا، وتدعموني بلايكاتكم واشتراكاتكم الجميله والرائعه اللي كتفرحني دائما. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. ندوزو دابا لطريقه التحضير. نبداو بسم الله في عرض المقادير. نحتاج لهم معلقه كبيره ديال المربى ديال المشمش ديال الحلويات، معلقه كبيره ديال الزنجلان منقي ومحمر، معلقه صغيره ديال النافع حتى هو منقي ومحمر، وكاس ديال الزيت معمرش، كاس ديال السنيده، وكاس الغروب ديال الدقيق الابيض، وكاس ديال الماء، قرصه ديال الملح، جوج ديال الخمارات ديال الحلوه، وصاشي ديال الفاني، و500 غرام ديال السميده الرقيقه. هادو هما المقادير ديالنا. نبداو بسم الله في طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله غنبداو. غنديرو السميده، غنزيدو عليها النافع، وغنزيدو عليها الزيت، وغنزيدو السكر فاني. بسم الله غنبدا نحرك هاد النواشف حتى ندخل الزيت مزيان في السميده، حتى يتلبسو ليا الحبيبات ديال السميده بالزيت. بسم الله تتخلط ليا مزيان. بسم الله. بعد ما تخلطات ليا السميده مزيان، دابا غنبدا نزيد هاد البيضه اللي بقات، وغنزيد المعلقه ديال المربى ديال المشمش. دابا غنزيد المربى ديال المشمش معلقه كبيره، وغنزيد البيضه. بسم الله. وغنزيد هاد الدقيق حتى هو، كاس الاروب ديال الدقيق. بسم الله. غنخلط مزيان بحال هكا. دابا غنبدا نزيد الماء، غنزيد بشويه بشويه. بسم الله. كنزيد بشويه بشويه وكنحرك. ما كندلكش، غير كنحرك بصباعي باش ما تعجنش ليا. صافي، دابا بعد ما حركتها مزيان وخلطتها مزيان، دابا بعد ما خلطتها مزيان والخمارات خليتهم حتى الاخر، عاد غنديرهم حتى نبغي نبدا نخدم فيها، عاد غنديرهم. دابا غنغطيها ونخليها ترتاح هنا. صافي دابا غنخليها ترتاح نص ساعه ونعاود نرجع باش نبدا نخدم فيها. بعد ما دازت نص ساعه، دابا غندير على هذوك الخمارات اللي خليت
غنزيد ليها الخمارات، ودابا غنحل الخمارات ونزيدهم ليها. غير كنحرك غير بصباعي ما كندلكش، هاكا بصباعي صافي. دابا انا خلطتها، عندي هنا السميده رقيقه وعندي السنيده، غنخلطهم فاش غنفند الفريشات. هاكا غنخلطهم، غنفند فيه الحريشات ديولي. هذه اللاطه اللي غنحط فيها الحريشات، انا دهنتها بالزيت. كنبداو بسم الله، كندير شويه الزيت بحال هكا في يدينا باش ما يتلصقش لنا، باش ما تلصقش لنا الحريشات في يدينا بحال هكا، وكنبداو نكورو. والحريشات على الطريقه اللي بغيتي، واش بغيتيهم يكونوا كبار ولا يكونوا صغار، كل واحد والطريقه اللي بغا. كنفند هذا الخليط اللي حطيت، كنفند هذا الخليط اللي درت هنايا بحال هكا، وكنحطه في اللاط ديالي. كنبقى نتبع على الطريقه بحال هكا ونكمل. لا ولي نشوف مش واحد، كنعاود تاني كنفند بحال هكا. نتبع على الطريقه حتى نكمل. بعد ما عمرت اللاطه دابا غندخلها للفران. الفران يكون سخون من قبل، ونقص عليها العافيه تكون مهيله، ونديرها من الجهه الفوقانيه حتى تطيب، وباللي طيب نعاود نتلاقاو في الشكل النهائي. هذا من الحريشات ديالنا بعد ما طابوا، كيجي زوينين وكيجي لذاد، كيجي فيهم المذاق ديال النافع. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه اللي باقي ما مشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.